لا نعرف أكثر مع الإخصائي في التدريب الذاتي والمهني باتريك موراديان. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. اليوم رح نحكي عن موضوع كمان مهم، عم نحكي فيه لنا كم سنة بهالوضع الاقتصادي المزري جدا. شو اللي بيجعلنا نستسلم بسهولة للأزمات الاقتصادية؟ يس، أول شيء ميرفت، اليوم قدام الأزمة الاقتصادية ولأننا منا كتير مجهزين، عم نحكي in terms of mindset ونفسيا. نعم. So بيضعف الواحد وبيستسلم بسرعة. اليوم كل شخص فيه يتفاعل مع الأزمة بطريقة مختلفة عن التاني، بس في common grounds بيننا كلنا نحنا اللي هن عوامل خارجية بتأثر علينا. أول عامل إنه اليوم بس نفكر بطريقة، اليوم بنص الأزمة اليوم بنخاف، بنبلش نحس بالخوف والانسرتينتيز لانه نحن عم نتعامل مع شيء ما انه بريدكتبل، ما فيك تعرفي، مجهول. سو هيدا بخلينا بمطرح معنا بشلنا وبنضعف دغري وبنستسلم. كمان اليوم بالازمه بطارح معينه بنشوف الاشياء، اذا بدك السلبيه ما بقى قادرين نشوف الاشياء الايجابيه، يعني عمليا بشيل بنسميه سكيرسيتي، يعني انا عقلي بيصير يفوكس على إذا بدك النقص الموجود بسوق العمل، بصير فكر ما في فرص عمل، ما في كتير ريسورسز لقدر استفيد، في تغيير بالوضع يمكن المادي، so financial setbacks بنقول لهم، يعني بمطرح أنا اليوم إذا كنت معود على لايف ستايل معين يمكن ما بقى فيه يعيش هذا اللايف ستايل لأنه وقف شغلي، ما بقى فيه إنكم، الوفرة ما بقى موجودة. نعم. سو عقلي بقلب الأزمة ما بقى يشوف الوفرة، إنما مع أنه الوفرة على طول موجودة حوالينا منصير نشوف النقص، وبمطرح معين هذا بيعملنا ستريس. أكثر من هيك اليوم نتأثر كمان بمحيطنا، اليوم إذا حدا من محيطك إذا بلش يخبرك تراجع كل مهنية. الأخبار السلبية صح، كله بيأثر، هذا ما بدل على أنه نحن صرنا بمكان صار عنا عدم أمان بالمحيط الموجود حوالينا. صحيح. أوكي. صحيح، بس كمان اليوم أنا والمجع منقوله محيطي بمطرح معين الأزمة على الجميع. وأنا ما في أعمل كنترول على الأزمة. نعم. إنما الشغلة الوحيدة اللي في أعمل كنترول عليها كيف عم بتفاعل مع هالأزمة. سو بمطرح بدي أعرف لأعرف أتفاعل مع الأزمة وأعرف أخذ الخطوات المناسبة لأقدر أطلع من هالأزمة. بس كمان مثل ما بقولوا لتحاربي بدك تولز بإيديك. سو التول هون أول شيء بدي أفهم شو الوضع، ليه أنا عم بستسلم إيزلي، بدي أعرف شو المسببات وراء هالاستسلام. ما في بس امشي عناوين عريضه، اوكي ازمه اقتصاديه على الكل، بس مثل ما في ناس قاعده بلا شغل في ناس عم تشتغل. صحيح. اوكي، سو انا بدي اتعلم كيف تفوكس على المنحى الايجابي، لانه الازمه بحد ذاتها بتفتح ابواب لفرص كثيره، الفرص موجوده مثل ما قلنا، بس بدي اعود عقلي كيف يشوف هالفرص، وهذا رح نحكي عنه اليوم. اوكي، سو بمطرح اليوم اول شيء بدي اكون اوير بهالفرص الموجوده، وبدي افهم انه الازمه عم تفتح لي ابواب، يعني اليوم بالازمه في فرص عمل جديده بينفتح ابواب جديده. ليه؟ قبل ما تنفتح فرص العمل الجديده، مين المعرضين اكثر؟ يعني شو هي الفئه العمريه المعرضه اكثر لانه يكون في عندها هيك عدم ثقة ببكرة وعدم الأمان وخلص ما بقى شايف الصورة سوداء؟ ليكي، التبعيات الأزمة على كل العالم، على كل فئات العمرية. نعم. يعني إذا بدي أخذ المخرج جديد بيكون أوريدي بيني أحلامه وبدي يبلش بالكارير تبعه بينصدم بالواقع. سو بمطرح بس يشوف مثل ما قلنا لأنه منه بريدكتبل هلو الانسيكوريتيز، بيقول لك طب أنا كيف بدي أشتغل وأعمل حقق أحلامي وطموحاتي. أكثر من هيك اللي أوريدي كان عم بيشتغل هونيك أسوأ بفتكر، اللي عم بيشتغل ولاقي حاله فجأة بلا شغل كمان بمطرح لأنه معود على نمطية معينة. صحيح. تغير كل شيء، وخاصة بيبقى فيه مسؤولية، بتعرفي كل واحد بمرحلة معينة من حياته مسؤوليته بتختلف، سو كمان اللي عنده كتير مسؤوليات بيلاقي ما بقى في فوق كل هالستريس اللي عم بعيشه، وبمطرح كتير بأثر على طريقة تفكيرنا اليوم التحديات اللي بنواجهها إذا ما كان عنا المرونة الكافية. سو بمطرح يعني بأثر، يعني نحن لازم يكون عنا صحة نفسية سليمة. صح. لنقدر نقاوم المعوقات يمكن اللي بنواجهها بحياتنا. صحيح، وبس نحكي صحة نفسية مشان ما نبسط شوي الأمور، ما كتير. نعم. نحكي، ما كتير بحب أحكي بنظريات، خلينا نحكي نكون واقعية شوي. نعم. كمان للعالم تقدر تستفيد من الطروحات اللي عم نطرحها.
اليوم بس قول صحة نفسية وهذا كتير بركي عليه وبركز. soft skills كتير أساسية. نعم. وللأسف soft skills ما بنعطيها كتير أهمية خلال دراستنا الجامعية وبس نبلش بالشغل. بس هي هذه السوفت سكيلز لازم تبلش من بكير بكير من خلال الولاد بس يكون بالمدارس كمان يمكن يشتغلوا عليها أكثر. صحيح. نتعامل مع الظروف حوالينا. واليوم أهم شيء نعرف حالنا ميرفت، يعني اليوم الأساس إنه أعرف هم أنا كيف بفكر، عقلي كيف بيشتغل، المشاعر كيف مركبة، لأعرف أتعامل معها على هالأساس كمان افهم مشاعر الآخرين قدامي أقدر أعمل كوميونيكيشن معهم. وبكل مطرح اليوم بكل مرحلة بحياتي قادر أنا تهون كل هالسكيلز لأنه بحياتي اليومية عم زاوي عم بعمل براكتس لهالسكيلز. سو من هون برجع للنقطة الأساسية إنه اليوم أنا كل هالفاكتورز اللي عم بأثروا ب إذا بدك وين رايح أنا وعم بأثروا على صحتي النفسية وعم بخلوني استسلم بدي بلش وادرس دم وحدة ورا الثاني. اوكي، واليوم كيف بدي بلش اعمل انترفنشن؟ اول شيء بدي اجي بجروث مايند سيت، يعني بمحل بدنا نفهم وهيدي ما في جدل عليها. لانه في وقايع قدامنا ومثل ما قلت في ناس قادره تو اوفركم هذا الوضع وعم تشتغل وماشي حالها. سو بدي افهم انه انا قادر اخذ اكشن وبلش غير، ولا بلش غير مثل ما بقولوا خطوة 1000 ميل ببلش بخطوة واحدة. تغيير ببلش بأول خطوة اللي هي إنك تكون واعي على اللي عم بيصير حواليك وعلى اللي بيصير داخلك مش بس حواليك. يعني بيكون عندك ثقة بنفسك إنه أنت تقدر تغير وتقدر تبلش بغير دومان يمكن أو الاتجاه المهني كليا. صحيح. يختلف. صحيح. هذا قرار منه سهل. I know this is why من هيك عم نقول بدنا نشتغل شوي على مهاراتنا. يعني أنا بحس إنه الفئة الشبابية أكثر عندها الجرأة إنه تخوض معارك بكذا طريق غير الأشخاص اللي بيكونوا يمكن تمرسوا بأشغالهم لسنين من العمر. صح. هلا يمكن الشباب شوي كرياتيف أكتر لأنه دم جديد مثل ما بقوله. بس اللي بقوله إنه بمطرح بدنا نكون شوي مرنين، يعني وصدقيني ما فيك ما تكوني قوية بمطرح ما عندك غير خيار إنك تكوني قوية. سو نحن ما أصعب هيدا. صح. سو نحن بموقع ما عندك غير خيار، وذر يا بتضلك مطرح ما أنت يمكن ترجع لورا للأسوأ أو بدك تكوني قوية وتمشي. أوكي، ومثل ما قلت منا هينة، بس اليوم أنا بس زود حالي بكل الريسورسز وزود حالي بالنولج الأساسية اللي بحاجة لها اللي هن هول تولز، رح تكون الأمور كتير هينة علي. طبعاً كلنا منخاف، طبيعة الإنسان بخاف لأنه اليوم عم تظهري من كومفورت زون. أنا اليوم إذا كنت معوض بمطرح معين عيش بكومفورت زون، عندي وظيفة بداوم بعملي وعندي إنكم ستيبل إنكم، أكيد بس هذا كله يوقف رح تحسي بالخوف لأنه بمطرح فقدت الأمان. بمطرح معين إذا كان في إشياء مفكرين إنه أمان رح نبلش نغير المايندسيت، تقول يمكن ما كان هذا الأمان أنا كنت مفكره لأنه سنين عايش بهالطريقة. سو بمطرح بدك بلش تاخدي أكشن وتغيري. والتغيير مثل ما قلنا ببلش بأول ستيب إنه شوف شو الأوبورتيونز الموجودين حوالي. وهون رح يخدنا على الكارير ترانزيشن اللي حكينا عنه. وهون موضوع تاني لأنه أغلبيتنا بخاف بقول لك لا بس أنا تعلمت ليه بدي غير. أنا تعلمت هيك وبعرف هيك وتمرست بهذا الموضوع. صح. كيف بركي أنا ما بقدر. كيف الإنسان بيقدر يقرر أنه هو يرجع يتدرب على غير نمط شغل معود عليه؟ يعني هيدي من الأمور اللي أنا بلاقيها أنه أصعب شيء ممكن بالحياة. صح. وفي أشخاص بالمقابل بيقول لك أنه أنا بقدر أشتغل بشغلي بس هيدا البلد مش لقلنا، خلينا نسافر لبرا وأشتغل بشغلي برا. هل هيدا الشيء منطقي وسليم؟ يعني بيقدر الإنسان ولا أنا ولا هون بشتغل نجار برا بقدر اشتغل نجار بضلني بالسيف زون تبعي، هل هذا الشيء صحيح؟ يس، كثير منيح سؤالك، ثانك يو على السؤال. اول شيء بدي افهم شغله، نعرف شغله عمليا انه في شيء اسمه ترانسفيربل سكيلز بينتقلوا معنا من مهنه لمهنه. نعم. ومن هون بدي بلش انا. اوكي، مشان ما بلش فروم سكراتش وبلش ابني ما سكيلز يمكن انا ما الي فيها. سو في ترانسفيربل سكيلز بقدر انقلها من اختصاص لاختصاص بكل الاختصاصات. بكل موجود. الاختصاصات 100%. فاليوم اول شيء بدي اكون اوير بهول سكيلز انه انا قادر
وين ما حطيتوني اقدر اشتغل بالسكيلز الاوريدي بايدي. نعم. هون بدي فتش ستيب تو على الاوبورتونيتيز الموجودين وشوف شو في شيء معقول انا شخصيتي او اليوم البريفرنسز تبعي، لانه انتبه مش كلنا اختصاصنا، في كثير ناس بيعملوا اختصاص ما بحبوه وبيشتغلوا فيه وبيبرعوا. صحيح. بس بمطرح معين بشخصيتنا عندنا شيء، عندنا بريفرنسز لشيء معين، يمكن هوبي، يمكن هلا الوقت المناسب مارس هوايتي وهواية بلش طلع منها مصاري. اوكي. سو بمطرح هالسكيل الترانسفيربل سكيلز تحول بالمهارات. صح، تحول بالمهارات. سو انا هول السكيلز فيي انقلهم معي لغير اختصاص، فتش على اوبورتونيتيز. اليوم بالازمه بتفتح كثير، في كثير اندستريز بيعملوا ايمرجينج سيرفيسز وفرص. نعم. اوكي، هلا مثلا نحن عم نعيش كثير كل شيء اونلاين، كل شيء ريموتلي، كل شيء اليوم بس نحن باتريك ما كنا مجهزين لانه لا نعلم اولادنا اونلاين، لا نشتغل اونلاين، يعني كل شيء جديد هلا عم نبلش بس كلنا عم نعملهم. ايه لا انه كلنا عم نعمله اليوم. انا بقول لهم بالزوم كول مجبورين نعملهم. مجبورين. هذا اللي عم بقوله، انه اليوم ما نخاف، يعني لانه ما في غير خيار. وانتبه اللي بيبقى اللي هو اللي قادر يعمل ادابتيشن. والدليل انه بحياتنا اليوميه كنا ما حدا منا ما بيستعمل فيرتشوال بلاتفورم مثل بيطلع اونلاين مع، يعني اليوم يعني زوم وغيره وغيره. yes. صح. سو من هيك هذا اللي بدي اقوله، انه بدنا نكون مستعدين للتغيير وكلنا مستعدين للتغيير، بس لانه عنا بنسمع ايام على الانر فويس تبعنا انه بنخاف ولا وهيدا عم نروح على محل. هذا صوت خلينا نقول مش الضمير، صوت الخوف الداخلي. مع انه نحن يعني فجاه بس ننجبر ننحط بمواقف جدا خطره بتلاقينا يمكن مشينا مع الموجه. صح. ليه بننطر مش الفجاه، ليه بننطر الجبر؟ لانه بمطرح العقلنا هيك مركب. سو بمطرح مش نحن كمان مساعدينه كيف؟ صح اكيد. كيف كنا ايام الدراسه اذا بتذكري كنا ننطر الفحص لندرس بس يحددونا موعد هذا ونبقى كل السنة الفحص بصير عندنا وجع بطن وجع راس بنعمل بريشر على عقلنا لنشيل الشغل. نفس الشيء بشغلنا، يمكن بس كون عندنا ديو ديت بنقدم بروجكت اخر يومين ثلاثه بنعمل ستريس لنخلصه. فنفس الشيء اليوم اذا ما في عمل، فمن هيك عليه بدي اوصل حالي لهون، خليني اكون مرن وجهز حالي. وعلى طول كثير مهم كون جاهز، لانه اذا كنت جاهز انا بجذب الاوبورتيونتي اللي عندي، مش انا بلحقها، هي بتجي لعندي. هلا صرنا اورا يعني. لا لا لا، مش جذب بمعنى جذب بمعنى يعني انا اليوم اذا كنت محضر على صعيد السوفت سكيلز سيرتيفيكيشنز كل شيء، ما رح تجي الاوبورتيونتي اللي عندي. بدي ابرزهم عندي اونلاين بريزنس. سو انا اليوم هالريكروتر بس يشوفني اونلاين عندي كل هالسكيلز، ما انا عم بعرض كمان مهاراتي وزر على وسائل التواصل. هلا هي طريقه العرض كمان بتختلف وبتساعد. صح، بس بمطرح اهم شيء انا بقول انه اقدر اعرض بموقع بين انا عندي اوثوريتي باختصاصي. نعم. اوكي، يعني انا اليوم بس اطلع على السوشيال ميديا او يكون عندي بلوجينج اكتب ارتكلز على ماي ويب سايت، لا بده يفوت يقرا، بده يلمس يستشف انه هذا الشخص حدا بروفيشنال عنده خبره بيحرز اقدر اسمع له وياخذ برايه بالفيلد عم بيحكيني فيه. اوكي، هيدا موقع السلطه اللي عم نحكي عنه، كل واحد بالاندست تبعته، وهون بتقدر انت خبرتك تظهريها اونلاين. قد ايه هذا الموضوع باتريك، يمكن قبل ما نختم، اثر وغير بطريقه التعاطي الاشخاص مع بعضها، هي مواقع التواصل او التليفون او كل الاشياء الاونلاين اللي نحن عم نعيشها، قد ايه بعدتنا عن بعض كمان، قد ايه اثرت على اجتماعياتنا؟ صح، هيدا تحدي بحد ذاته اكيد، بس كمان اليوم بمطرح بدي اعرف اذا قدرت تو ليفرج هالسوشيال ميديا بخدمتي، بخدمه اليوم الكارير تبعها، بخدمه اذا بدك العلاقات الاجتماعيه اللي عم تحكي عنها. نعم. كمان بدنا وقت مثل كل شيء سلاح ذو حدين، بس اكيد بده وقت، بس اليوم الوقت لحاله ما بيكفي اذا ما اخذت اكشن. انا بدي اكون اوير، بدي اتسلح بالنولج، بدي افهم الامور اللي حوالي. اليوم كلنا ما حدا ما بيطلع عنده سوشيال ميديا بريزنس، اوكي، بس بدي اعرف هاو تو ليفرج هالبريزنس الاونلاين بريزنس بخدمتي انا، هاو تو ماركت ماي سيلف. كل حدا مين ما كان، يعني مني يعني برجع بقول كان بكل اندستري اللي عم يشتغل، ما بدها مثل ما بنقول على الدرج، ما بده دكتوراه الواحد ليقدر يبلش بمطرح،
وهول مثل ما بقولوا بده اراده، بدك اراده وحب للعمل، وانا انه بدي يمكن اوصل لهدف، حقق حلمي اللي انا بدي اياه. باتريك اهلا وسهلا فيك، ثانك يو، ان شاء الله يكون نهارك حلو، وبنشوفك الاسبوع القادم.